طيبة مشاهدينا، ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. اليوم كنتواجدوا بمنطقة ليساسفة. كيف كتشوفوا معنا عمال وعاملات شركة خاصة متواجدة بالحي الصناعي ديال ليساسفة، مهددون بالطرد التأسفي، تم توقيفهم عن العمل، وكاين فيهم الخدام يعني مدة طويلة يعني بدون سابق إنذار تم التوقيف ديالهم. مرحبا بك سيدي. هاد الشركة حبست علينا الخدمة، دابا حنا دايرين معاها محضر شهرين حتى الاخر ديال شهر 12 باش غادي يحبس عاد نديرو خدمة عادية. دابا دايرين التناوب، دايرين معاكم عقد التناوب. اليوم صباح سد علينا الشركة، هاد شهر 12 قال لك ما عندي ما ندير لكم، ما عندي كيفاش غندير لك. سيروا فين ما بغيتوا، سيروا فين ما عجبكم. الشركة انا تقريبا 150، كاينه 200 خدام، كاينه 200 خدام، دابا تقريبا 150 خدام اللي محبوسه هنا برا عند الباب. كاينين شي وحدين اللي تفاهموا معاه بجوج دريال، عطاهم واحد جوج دريال مشاو في حالاتهم. هاد الناس ما قابلينش 20,000 ريال. 30 عام كاينه اللي عندها، شحال وانت؟ انا 26 عام انا، وكاينه اللي عندها 30 عام، كاينه اللي عندها 18 عام، كاينه اللي عندها 19 عام. يعني تم التوقيف ديالك عشوائيا؟ عشوائيا، ما كاين بصق انذار حتى حاجه. ها المحضر اللي مسيني معانا حتى الاخر شهر 12 باش نخدموا بالتناوب، وتفاهمنا معاه باش نخدموا بالتناوب، وفي الاخر ما كملش معانا هو هذا الاتفاقية. قال لنا سيروا بشهرين ومن ورا شهرين ما كاين والو. سيروا في حالاتكم، سيروا عطينا باتساع. اللي بغى 20,000 ريال ها هو ياخذها، ما بغاش 20,000 ريال في العام. في العام وداك كوفيد، فيه داك الاستفادة ديال كوفيد ما استفدناش فيها. شهر ضعنا فيه ما استفدناش فيه، ضعنا فيه في لاكيس. ما هو يا ما ديكلاراش بينا في داك الشهر، ما استفدناش فيه. النص شي استفد فيه وشي ما استفدش. حنايا ما ضعنا فيه، وضعنا فيه في لاكيس، وضعنا فيه في استفادة، ما خديناش حتى شي حاجة. حتى حاجة ما دايرة معانا، خدامين معاه. لا سورانس خرجنا وسد علينا الباب. لا سورانس خلينا نسمع. لا سورانس لا كيس ضيعنا فيها، لا حتى شي حاجه. هضرنا معاه قال لي شوف دير لينا واخا غير 4 سوايع تخلص علينا فهاد شهرين ونصبروا معاك فيها حتى تبدا عندك الخدمه ونجيو الخدمه. ما بغى يدير معنا حتى حل. قال لك ما عنديش، بغيتو 20,000 ريال العام مرحبا، ما بغيتوش جهدكم ديروه. صافي هذه هي الهضره. دابا حنا اللي ضاربه 20 عام، اللي ضاربه 30 عام، اللي ضاربه، وحنا ضايعين في النقط ديالنا. انا ضاربه 20 عام معاه ما عنديش النقط، يلا عندي 4000 و200، 4000 و200. انا دابا بقات لي 3 سنين شت التقاعد، يلا شنو غادي نستافد؟ وضحك علينا في بلادنا، صافي صافي وحدنا في بلادنا. انا خدامة، انا عندي هنا 22 عام. انا دابا 22 عام 22 عام تم التوقيت ديال فوقاش. لا حنا اصلا شدينا شهرين في كونجي من شهر 9 ديال 9 في 11 نهار اللي دخلنا. علاش جلستوا هاد الشهرين؟ هو اللي مجلس، ما عندناش خدمه. سيرو تندير سيرو. المهم حتى كيقاد قبل الجائحه. لا ماشي قبل الجائحه، ابار الجائحه. هذا كونجي عنده، هو دار كونجي ما عندوش خدمه، حاسبوا لينا كونجي. ملي دخلنا في 9 11 هي فين قال لنا غندير لكم التناوب. خدمنا غير 10 ايام في ديك التناوب، هو كان قال لنا 15 15. ملي خدمنا 10 ايام قال لنا غيخدم الجروب الثاني. الجروب الثاني يلا خدم السيمانه الاولى والسيمانه الثانيه حبسوا. صافي دابا في الاخر قال لك غتزيدوا ثاني واحد الشهرين توقفوه. ديجا اصلا حنا راه 3 سنين ما تخلصنا حتى في شي حاجه. التعويض ما كاينش بصفه نهائيه، ما كاينش تعويض عند هاد السيده. باش نخدموا بقينا بلا مسدود، جينا نخدموا و3 سنين وحنا مع السيد في هاد الشيء هذا. راه 3 سنين ما خلينا حتى باب اللي ما دقينا. حنايا دابا كل مره غادي بينا جايبينا في هاد كوفيل ما استفدناش. كاين اللي عندها الطريطه، كاين اللي عندها الكرا، كاين اللي ارماله ما كاينش يدخل عليها طرف الخبز. هنا كاين الظلم، تاخذي حقك تلقاها مرقده في المحكمه، تلقاها مرقده ديما. الدوسي ديالك يطلع يترقد، اللي عنده الفلوس تعيش في هذه البلاد، اللي ما عندوش الفلوس والفقير ما تعيش. كاين هنا اللي ارماله ما عندهاش الراجل، مو الطريطه ما تتسمحش لينا.
هاي في في التلفاز يقول لك اهلا في البركه غنقادو معكم، ما كاينش طريطه ما تطرحمش، الكريمة ما تيرحمش، ما كاينش اللي يعطيك حتى خبزه. النداء ديالكم؟ انا النداء ديالي جايه نخدم والباب تسد علينا. 20000 ريال العام ما لاقاش، 23 سنه، 2 مليون شنو غدير ليا؟ انا باقا فتحت جديد، انا والده يا مليحه بنتي وجيه. السيد من 2017 من 2017 هو مردنا، كنخدموا نص نهار، كنخدموا ربعه السوايع، كوفيد ما خلصناش فيه، جلسنا في المرض ما تعوضناش، ضيعنا بزاف، كنطلبوا من جلاله الملك يوقف معانا في هذه المحنه مع هذا السيد اللي كرفصنا بزاف. عندنا وليدات الامراض ما كتعوضوش، لا كيس ما كيتخلص، كنخدموا الشهر كامل، كيعطينا فيه غير 10 ايام، ملي كنقول ليه المشكل 3 شهور ديال الكوفيد ما استفدناش ما والو، كرفص علينا بزاف هذا السيد. اليوم اللي بغينا نخدموا قال لنا سيروا بحالاتكم، جريوا طوالكم، سيروا فين بغيتوا، يعني ما تسوقش لينا. 19 عام وحنا ضاربين عدو التماره، ملي جينا قال لنا ما كنعرفكمش، سيروا فين ما بغيتوا. وهذا الشيء كامل كنطلبوا جلاله الملك ويده خلينا في هذا الشيء ديالنا. كنخدموا الشهر كامل، كيعطينا 12 يوم فيها الشهر كامل، هذه حقره حقرنا، حقرنا بزاف بزاف 2017 وحنا محقورين. خياطه كونفيكسيون، خياطه خياطه، كيقول لنا ما كاينش خدمه، كيعطي الفاصوني على برا، كيقول لنا انتم سيروا ما كايناش الخدمه، سيروا ما كاينش، كيسد علينا الباب. باغي نخدموا حنا، باغي نخدموا خدمه، باغي نخدموا. هو اليوم كيقول لنا سيروا ما يعجبك، كيقول لنا نعطيكم 20000 في العام، تخيلي ضرب 20 عام تجيك مليون ونص، ضرب 30 عام 31 عام تجيك 3 المليون، شنو ديري بيها؟ شنو ديري بيها؟ علاش؟ يا كيس ضيعنا عمرنا كاملة، عمرنا كامل ضيعنا في لاكس هذا السيد، علاش؟ عجبنا لنا هذه الحالة هذه، عينا كما دار لنا احنا متعاونين معاه، كيقولنا سيروا الشهر كنمشيو، ما كيعطينا بغي يصيفطنا يعني عشوائيين، حبسنا عشوائيين، سيروا. لاكس اللي غتعوضكم. لاكس غتعوضكم، ملي مشينا لاكس ما عندناش حق ناخذوا الصوماج في هاد الشهرين. علاش؟ سيروا، قال لك فين ما عجبكم. على ما عندناش قانون حنا في البلاد، هذا هو الجواب ديالك. فين القانون في البلاد اللي غيحمينا من هذا السيد؟ كرفص علينا بزاف. وشكرا. سيروا فين ما بغيتوا، قال لنا سيروا جريوا جريوا طوالكم، بحال هكا قال لنا. يعني هذا السيد ضاغط علينا، ضاغط علينا بالضغط ديال بصح. خذوا هذا الشيء اللي كاين، سيروا فين ما بغيتوا. سيروا دابا حنا تلاحينا برا، حنا تلاحينا دابا، خاصنا حل تلاحينا برا. حتى شي واحد ما دار لنا شي حل، هذا نتمناو دابا بلينا شي واحد شي حل. السلام عليكم. شوف اختي، هذا السيد هذا يعني تماطل علينا بزاف، حنا صبرنا في اللي في الكفايه، ما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه، يعني هذه 3 سنين وحنا كنصبروا فوق الطاقه ديالنا. مره يقول لنا الخدمه ما كايناش، سيروا صبروا واحد 15 يوم، سيروا صبروا شهر، سيروا صبروا شهرين. ولكن دابا عندنا معاه واحد الامضاء اللي هو عند مندوبات الشغل، على اساس انه هو غنصبروا معاه غير واحد الشهرين وغادي يوجد الخدمه. دابا هاد الشهرين هذا اللي حنايا في العوض اللي مثلا غنبقاو البنات يخدموا غير 4 السوايع يمشوا بحالهم، اتفقنا على اساس ان نديروا قسمه، نديروا جوج ديال الجروبات، يعني تناوب بيناتنا، مر النص يخدم 15 يوم والنص يخدم 15 من الاولى، يعني تنازلنا وقلنا ماشي مشكل، احنا كنخزموا الساعه وتخز الساعه، قلنا ماشي مشكل، ما عندناش مشكل، احنا غنضطروا ان نصبروا هاد الجائحه هذه، خصنا نصبروا مع بعضياتنا. هاد السيد كان تفاجئوا ان كمل الجروب الاول كم 15 يوم، الجروب الثاني كمل 15 ملي هي شهر تاع الايام. المهم ما الجروب الثاني ما كملش، يعني ما كملش المده ديالو اللي خصو يخدم. كنتفاجئوا باللي غنجيو نخدموا حنا الجروب الثاني، كنتفاجئوا انه كيقول لك ما كاينش الخدمه. جينا هاد الصباح لقينا الباب مسدود، ها انتما كتشوفوا الباب واش مسدود ولا محلول، هاد الشيء اللي كاين. الله يجازيكم بخير، حنا كنتمنى انكم ديروا معنا شي حل، وكنتمنى من المسؤولين اللي هما مسؤولين، حنا حنا 180 ديال البشر، ماشي كلها غتشرد وتمشي الشارع. حنا كنتمنى ان المسؤولين يديروا معنا شي حل ويدخلوا لينا في هذا الشيء.
اغلبيه كان عندنا فران ديال الصباغه ديال الطبعه مرضنا بالصدر اغلبيه. انا عندي ورق ديالي مريضه بالصدر ولات فيا دابا الضيقه مريضه عندي ازماتيك. ها هي ازماتيك والو ما كاين لا لاسورانس لا حتى شي حاجه. النداء ديالكم الاخير ديالنا الجلالة ديالك والجهات الجهات المسؤولة يوقف معنا ويساتكم بخير وقفوا معنا وعطونا حقنا ما بغيناش نتشرضوا في الشارع حنا وليداتنا راه هاد الخدمة هي مصدر الوحيد اللي عندنا ما عندناش حاجة أخرى ما غاديش نخدموا. أنا قلت لك نازلية على الطريطة إلا ما نقص خصني نخلص الطريطة ديالي ضروري نمشي نبرك في الزنقة. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي هذه كانت وقفة احتجاجية من أمام شركة للخياطة بين حي الصناعي بلساسفة. كيف كتشوفوا معنا العاملين والعمال بهذه الشركة كانوا خدامين يعني فيها مدة طويلة كاين اللي داروا فيها 23 سنة تم الطرد ديالهم بشكل تأسفي دون سابق إنذار. عاش الملك عاش الملك عاش الملك حقنا 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 حق